جولة في أهم إصدارات صحف أوروبا الشرقية. على يومية فورسال، الحكومة البولونية تعمل حاليا لإخراج الفصل الثاني من خطة الدرع الواقي من الأزمات إلى حيز الوجود لدعم اقتصاد البلاد، خاصة مع حالة عدم اليقين السائدة في الكثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية. اليومية أبرزت أن بولونيا ستدخل المرحلة الثانية من تنزيل الخطة، رغم أن المرحلة الأولى وكبتها العديد من الاحتجاجات وعدم الرضا من قبل جزء من المقاولين المعنيين. في روسيا، نقرأ على يومية كوميرسان تصريحات مديرة البنك المركزي الروسي، أكدت فيها أن الاقتصاد الروسي سيحتاج إلى وقت طويل للتعافي من أثار الوباء كورونا. المسؤولة أكدت بحسب اليومية أن عواقب الفيروس لن تختفي بعد رفع القيود. في تركيا، أفادت يومية يعني شفق بأن النيابة العامة بمدينة إزمير غرب تركيا أصدرت فجر الأربعاء قراراً بتوقيف 63 شخصاً، وذلك في إطار تحقيقات جارية بشأن منظمة غولن الإرهابية. وأوضحت استناداً لمصادر أمنية أن قرارات التوقيف تشمل أيضاً إسطنبول ومرسين جنوب البلاد، والمطلوبون متهمون بتأمين المؤن والمساعدات المالية للمشتبه في انتمائهم للمنظمة. في النمسا، تطرقت يومية كورير إلى إعلان البلاد إعادة فتح الحدود مع 31 دولة أوروبية في 16 يونيو الجاري، حيث سيسمح في منتصف ليل هذا اليوم لمواطن 31 بلدا أوروبيا ومنها إيطاليا بدخول النمسا دون الحاجة إلى تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 أو الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، والشأن ذاته بالنسبة للنمساويين العائدين من هذه الوجهات، لكن القرار يستثني إسبانيا والبرتغال والسويد وبريطانيا. صحيفة كاثيميريني تناولت بالتفصيل الاتفاق الموقع بأثينا بين اليونان وإيطاليا لترسيم منطقتها الاقتصادية الخالصة، معتبرة أن هذا الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى من قبل رئيس الدبلوماسية اليونانية ونظيره الإيطالي يشكل رسالة واضحة لأنقرة فيما يتعلق بالثقل الدبلوماسي لليونان وتصميمها على المضي قدما في خططها على أساس القانون الدولي.